الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطب، خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. هذا الموطن الخامس في الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالوا في خطب الجمعة وفي خطب العيدين وفي خطب الاستسقاء وغيره. وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة. قال الشافعي وأحمد رحمهم الله في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أي ولذلك ما قالوا فيها في الخطبة الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر آية على الأقل، يعدون هذا من أركان إيش؟ من أركان الخطبة، سواء كان في جمعة أو في استسقاء أو في عيدين، يقول الحمد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر آية على الأقل. نعم. وقال أبو حنيفة ومالك تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد. هو الرواية الثانية عند أحمد يوافق فيها الأحناف والمالكية أنها تصح بماذا؟ بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى واحتج لوجوبها. الآن احنا عندنا قولان، قول قال بالوجوب وهو قول الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، القول الثاني قال بالاستحباب وهو قول الحنفية والمالكية ورواية الثانية إمام أحمد. المصنف الآن سيأتي ويذكر أدلة الفريقين. نعم. بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما رفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر مع إلا ذكر مع. ابن كثير يقول كلاما ماتعا في هذه الآية في تفسيره في المجلد الرابع منه، يقول في قول رب عز وجل ألم نشرح لك صدرك، قال إن الله شرح دين نبيه كما شرح صدره فإن دينه واسع لا حرج فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمتأمل في الإسلام وشرائع الإسلام ما يجد فيه حرج، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلا جنب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، صم إن كنت مريضا أو على سفر قال ربنا فعدة من أيام أخرى، وهكذا إن الله شرح دين نبيه كما شرح صدره فدينه واسع لا حرج فيه. وفي هذا الدليل النظر، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله سبحانه وتعالى بالوحدانية. وهذا هو الوجوب في الخطبة قطعا، بل هو ركنها الأعظم. وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. واليد الجزمة المقطوعة فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا أجزم يعني أبتر. فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف. وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة ورفعنا لك ذكرك الشرح، قال رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال عبد بن حميد نعم أيوه. أخبرني عمرو بن عون عن وله مسند اسمه مسند عبد بن حميد. نعم. عن هشيم عن هشيم عن جويبر عن الضحاك ورفعنا لك الضحاك بن مزاحم. نعم. ورفعنا لك ذكرك قال إذا ذكرت ذكرت معي ولا تقول إذا ذكرت ذكرت معي. نعم. ولا تكون خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وعن ابن عيينة هشام
سفيان بن عيينة المكي. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح بضم النون الموحدة. فتح طيب كمل. عن مجاهد ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي. إلا ذكرت معي. الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا هو المراد من الآية. وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة وهو أفضل كلماتها وتجب الصلاة على النبي وهو أفضل كلماتها وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ما رواه عبد الله بن أحمد. حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا خالد قال حدثني عون ابن أبي كحيفة كان أبي من شرط علي رضي الله عنه. كان أبي من شرطي يعني يعمل بالشرطة. نعم. وهي اللفظ الصحيحة الشرطة بسكون الراء المهملة لحن. أما الصواب هي الشرطة بفتح الشين المثلثة وفتح الراء المهملة وفتح الطاء فكلها محركة لا سكون فيها. الشرطة. نعم. وكان تحت المنبر فحدثني أنه صعد المنبر يعني عليا رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه والثاني عمر رضي الله عنه. وقال يجعل الله الخير حيث شاء. وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الحميري حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن سعيد الكندي قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي قال سمعت أبي يذكر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله الأحوص سلام بن سليم رواه له الجماعة أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة أو من خطبة الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكف إلينا الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا. وروى الدارقطني عن من طريق أبي الهيعة لا من طريق ابن لهيعة جزاك الله عن الأسود المصري رحمه الله احترقت مكتبته فحزن عليها فاختلط. سبحان الله من عنده مكتبة. ولذلك ابن لهيعة روايته ضعيفة يقولون قبل الاختلاط يعني قبل الجنون ولا بعده يعني لأن المكتبة كان عنده مكتبة فاحترقت المكتبة فأصابه الهم والغم فذهب عقله واختلط رحمه الله. قاضي المصري ابن لهيعة بفتح اللام. على الأسود بن مالك الحضرمي عن بحير بن ذاخر عن يحيى بن هاني المعافري قال ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة فذكر حديثا وفيه فقام عمرو بن العاص عن المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمدا موجزا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم. وفي الباب حديث ضبة بن محصن أن أبا موسى رضي الله عنه كان إذا خطب فحمد الله. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الذي أتي مزمارا من مزامير آل داود. وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لعمر رضي الله عنه فأنكر عليه ضب الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر رضي الله عنهما فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لضب أنت أوفق منه وأرشد. سبحان الله. انظر إلى إنكار الذات. عمر هو أمير المؤمنين عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين دعا لعمر ولم يدعو لأبي بكر فأنكر عليه ضبة قال ينبغي أن تدعو الأول لمن؟ لأبي بكر لأنه هو في الفضل يسبق عمر. فرفع أبو موسى الأشعري الأمر إلى من؟ إلى عمر. يعني عمر فقيه وعابد وعالم وصحابي جليل فقال لضبة أنت أوفق منه يرحمك الله. لم يلمه على ذلك الإنكار بل أتى إلى الحديث.
الحق؟ وقال نعم الحق هو معك. أن ينبغي الأول أن يبدأ بماذا؟ بالدعاء لأبي بكر ثم يثنيني أنا في الدعاء، لأن فضلنا هو على فضلنا في الخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فهذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة، وهذا هو الذي عليه الناس يعني سلفا وخلفا رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. وأما وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير إليه وإلى مثله، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. إذن اختار ابن القيم القول بماذا؟ إيش اختار ابن القيم؟ أيوه، اختار بوجوب الصلاة على النبي فين؟ في الخطبة عليه الصلاة والسلام، وبذلك عضد رواية الإمام أحمد وقول من؟ وقول الشافعية رحمة الله على الجميع، ولعله هذا هو الأقرب للأدلة ولعمل الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. صلى الله على نبينا محمد. طبعا هذا القسم هو آخر الكتاب، يجمع فيه الإمام ابن القيم 40 موطنا ونيف من المواطن التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه.